صباح من رحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 81. نو كونتينيو افيك لا باج 81. نو زامي لي بيت. أصدقائنا الحيوانات. جولي أنا أقرأ. لا تورتي كور أنكور. إل مونت سيغ أن شو إي ديسون. إل نو طون با. إل كونتينيو. لو لابان سو روتور إل ميكونتون. إل في دي بون إي كومونس أ كورير. سي ترو تار بور لوي. La tortue est déjà loin. Et dans la tortue court encore, As-sulihfatu tajri. Aydan, au tajri maziden, An-nazadat prat tajri. Et dans la tortue court encore. Idan, indana, le verbe courir. Elle monte. Sur un chou, elle descend. Elle monte. Hiya tasaadu. Tab'an, tenhkiw l'qissana, waka'anna tasaadu l'an. Ra'adna le verbe montena, fal présent. Elle monte, هي تصعد. ما قلناش مثلا elle est montée sur un chou. يعني هي صعدت قبلا من قبل sur un chou. ولكن قلنا elle monte, يعني هي تصعد الآن sur un chou et descend. هذه المسألة موجودة في القصص أننا تنستعملوا le présent historique. إذا تنستعملوا كما لو نقول الحاضر القصصي كما لو نقول إذا تنحكيوا القصة في الحاضر. باش تكون عندها واحد الجاذبيه. اذا نقول المون سيغ ان شو اي ديسون. اذا هي تصعد فوق ملفوفين اي ديسون. اذا عندنا لو فيرب مونتي. عندنا في هذه الجمله عندنا لو فيرب مونتي اي لو فيرب ديسوندر اي لو فيرب ديسوندر. اذا المونت سيغ ان شو اي ديسون. هي تصعد فوق ملفوفين اي ديسون ثم تنزل. إذا طلعت فوق الملفوف ونزلت. إذا elle monte sur un chou comme nous le voyons sur l'image. Voilà la tortue qui va monter sur le chou puis elle va descendre. إذا ها هي السلحفات التي ستصعد فوق الملفوف كما نرى في الصورة puis elle va descendre ثم ستنزل. إذا elle monte sur un chou et descend. إذا هي تصعد فوق الملفوف ثم تنزل. Elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas. هي لم تسقط. عندنا لو فيرب تومبي. عندنا لو فيرب تومبي. طبعا لو فيرب تومبي كما تشوفون انه مصرف في البريزون ايضا. طبعا كل الافعال اللي عندنا هنا كلها مصرفه في البريزون. لا تورتي كور. لا تورتي كور انكور. السلحفات تجري الان انكور. يعني مزيدا او زياده او اكثر. Elle monte sur un chou et descend. Elle monte sur un chou et descend. Et dans le verbe monter comme on a et le verbe descendre. Et dans le juge qui est en présent. Thomas et dans le comme on a elle ne tombe pas. Et dans le verbe tomber qui est en présent. Ou la kin mais la négation. L'homme n'a pas elle tombe. Bel colna elle ne tombe pas. Et il aime t'escot. Elle continue. Elle continue. Et il est stamero. أو تستأنفه يعني أنك تزيد تكمل. إذا لو فيرب كونتينيي يعني أنك تستأنف عملا تستأنف فعلا. إذا إل كونتينيو إل كونتينيو هي تستأنف هي تستمر. لو لابا سو روتورن. إذا في هذه اللحظة الأرنب يستدير. لو لابا سو روتورن الأرنب يستدير. كما نقول نحن بالدارجة أنه تلفت أو باللغة العربية أنه التفت. إذا الأرنب يلتفت المقصود أنه يستدير برأسه مثلا. يستدير برأسه أو يستدير بجسمه ككل. إذا المهم أنه استدار. لو لابا سو روتورن مي كونتون يعني غير فرح. مي كونتون يعني أنه حزين. كونتون يعني أنه فرح. مي كونتون يعني أنه حزين. لماذا هو حزين؟ لأن السلحفات قد سبقته بمسافة طويلة. إذا لو لابا سو روتورن مي كونتون. إل في دي بون. إي كومونس أكورير. إي كومونس أكورير. إل في دي بون. يعني هو فعل قفزات. ممكن أننا نقول إل بوندي. يعني هو يقفز. أو بيان إل صوت. أو بيان إل صوت. يعني هو يقفز. ولكن ماذا قلنا؟ إل في دي بون. يعني أنه فعل قفزات. إذا نتكلم عن أن بون
يعني قفزة. ونتكلم أيضا عن لو فيرب بوندير، ونتكلم عن لو فيرب بوندير يعني فعل قفزة. إذن il fait des bonds et commence à courir، يعني أنه فعل قفزات كما تنشوفون عندنا دي بون، كما نرى هنا عندنا دي بون، عندنا هنا دي بون، نتكلم عن قفزات، نتكلم عن جمع. إذن il fait des bonds et commence à courir، ثم بدأ يجري، بدأ يجري. عندنا لو فيرب كومونسي، عندنا لو فيرب كومونسي، ثم عندنا لو فيرب كورير، وقبلهما عندنا لو فيرب فار. il fait des bonds، il fait des bonds يعني هو يفعل قفزات. et commence ويبدأ، طبعا كل الأفعال بنفس الطريقة أنها مصرفة في البريزون. إذن il fait هو يفعل، il commence يعني هو يبدأ، à courir في الجري. إذن il fait des bonds et commence à courir، هو يفعل قفزات ثم يبدأ في الجري. c'est trop tard pour lui، c'est trop tard pour lui، إنه جد متأخر بالنسبة له. إذن هذا الوقت الذي انطلق فيه هو جد متأخر بالنسبة له. إذن نقول c'est trop tard pour lui، نقول مثلا c'est trop tard، إنه جد متأخر، أو نقول c'est trop tard pour lui، إنه جد متأخر بالنسبة له. إذن هذا الوقت الذي انطلق فيه هو جد متأخر بالنسبة له، يعني أنه تأخر كثيرا، هذا هو المقصود. c'est trop tard pour lui. ثم la tortue est déjà loin، la tortue est déjà loin، ممكن أننا نقول la tortue est loin يعني أن السلحفاة بعيدة، المقصود أنها ابتعدت، إلوا أنها بعيدة. ولكن ماذا عندنا؟ لا تورتي إي دي جالوا، عندنا لا تورتي إي دي جالوا، إي دي جالوا، إذن عندنا السلحفاة هي من قبل بعيدة، المقصود أنها ابتعدت في وقت سابق، بحال تنقولوا حنا بالدارجة، ولكن السلحفاة وبعدت، يعني داز الوقت بزاف باش بعدات. إذن لا تورتي إي دي جالوا، إذن السلحفاة هي من قبل بعيدة، المقصود أن ابتعدت في وقت سابق قبل أن ينتبه الأرنب. أسويف للمتابعة، المقصود أن القصة لم تنتهي بعد وسنرى تتمتها فيما بعد. ثم عندنا مؤوتي، مؤوتي كلمات أدوات، ثم عندنا مؤوتي كلمات أدوات، تماما كما رأينا كلمات أخرى قبلها. إذن هذه الكلمات التي عندنا هنا، عندنا encore ثم pour lui ثم loin. إذن encore ماذا قلنا؟ قلنا la tortue court encore، la tortue court encore، إذن السلحفاة تجري مزيدا أو أكثر. إذن عندنا encore يعني مزيدا أو زيادة أو أكثر، أنكور تعني زيادة مزيدا أو أكثر إضافة. إذن نتكلم عن أنكور، مثلا نقول لشخصين فوزيت أنكور لا، فوزيت أنكور لا، فوزيت أنكور لا، أنت لازلت هنا، ألا زلت أنت هنا، أنت لازلت هنا، واش أنت مازال باقي هنا. إذن فوزيت أنكور لا، أنت لازلت هنا. نقول مثلا il dort encore، il dort encore يعني هو ينام مزيدا، المقصود بأنه ما زال نائم، هو لا يزال نائما، il dort encore. إذن كما لو نقول هو ينام مزيدا، ولكن المقصود أنه لا زال نائم، هو لا يزال نائم، نقول il dort encore. أو نقول مثلا à cette époque، أو نقول مثلا à cette époque في هذا الزمن j'étais encore enfant، j'étais encore enfant، أنا لازلت طفلا، أنا كنت ما أزال طفلا. في هذا الزمن، في هذا الوقت، في هذه الحقبة، أنا كنت ما أزال طفلا. à cette époque في هذا الزمن أو في هذا الوقت، j'étais أنا كنت encore لا أزال enfant طفلا. إذن à cette époque
j'étais encore enfant. في هذه الحقبة أو في هذا الوقت أو في هذا الزمن أو في هذا التاريخ الذي نتحدث عنه كنت لا أزال طفلا. j'étais encore enfant. أو نقول مثلا عن المريض il ne parle pas encore. هو لم يتكلم بعد. هو لا زال لم يتكلم. il ne parle pas encore. il ne parle pas encore. نقول مثلا encore. ماذا أيضا؟ أش نعود تاني؟ encore toi. ما زلت أنت؟ واش عود تاني أنت؟ quoi encore. encore toi. ماذا أيضا؟ لازلت أنت؟ ألازلت أنت؟ واش ما زال أنت عود تاني؟ إذن هذه بعض استعمالات كلمة encore. ثم pour lui. pour lui. pour lui يعني بالنسبة له. pour lui. كما نقول من أجله أو بالنسبة له. إذن c'est trop tard pour lui. c'est trop tard pour lui. إنه جد متأخر بالنسبة له. نقول مثلا c'est difficile pour lui. إنه صعب بالنسبة له. c'est difficile pour lui. c'est difficile pour lui. إذن نقول c'est difficile pour lui. إنه صعب بالنسبة له. هذا شيء صعب بالنسبة له. c'est difficile pour lui. أو نقول مثلا c'est une honte. c'est une honte pour lui. إنه عار بالنسبة له. أو إنه خجل بالنسبة له. إذن كما نقول وحشما هذه بالنسبة له. c'est une honte. c'est une honte pour lui. إذن la honte يعني الحشمة أو الخجل أو العار. إذن نتكلم عن la honte. طبعا نتكلم عن pour lui في هذا السياق. نتكلم عن pour lui في هذا السياق. لكن هذا pour lui ممكن أن تأتي في سياق آخر. نقول مثلا elle fait tout يعني يتفعل كل شيء pour lui faire plaisir. pour lui faire plaisir لكي ترضيه لكي تفعل له إرضاء. pour lui faire plaisir لكي تفعل له إرضاء. mais il n'est jamais content. mais il n'est jamais content. ولكن هو لم يكن فرحا. ولكن هو لم يكن بالمرة فرح. هي تفعل كل شيء لكي ترضيه ومع ذلك هو لم يكن بالمرة فرحا. إذن elle fait tout pour lui faire plaisir لكي تفعل له إرضاء. إذن عندنا هنا pour lui. لم نقل مثلا c'est une honte pour lui أو c'est difficile pour lui أو c'est trop tard pour lui. إنه جد متأخر بالنسبة له. ثم نقف. بل عندنا هنا كما نلاحظ elle fait tout pour lui faire plaisir. هي تفعل كل شيء لكي تفعل له إرضاء. mais il n'est jamais content. ولكن هو لم يكن البتة فرحا. ثم عندنا loin. loin يعني بعيد. loin يعني بعيد. très loin يعني أنه جد بعيد. très loin يعني أنه جد بعيد. نقول مثلا باري loin de New York يعني أن باريس بعيدة من نيويورك. en avion في الطائرة سوني بلوة. فالطائرة ليست بعيدة. يعني عبر الطائرة تكون المسافة قصيرة. باري إلوان دو نيويورك. باري إلوان دو نيويورك. باريس بعيدة من مدينة نيويورك. أون نافيو في الطائرة سوني بلوة. فالطائرة ليست بعيدة. أو نقول مثلا نصم زنكور لوان دو لفان دي تخافو. نصم زنكور لوان دو لفان دي تخافو. نحن لازلنا بعيدين عن نهاية الأعمال. يعني أننا لم نقترب من نهاية هذا العمل. نصام زنكور لوان دو لفان دي تخافو. نحن لازلنا بعيدين عن نهاية الأعمال. هذه الأعمال التي نحن بصددها لازلنا لم نقترب من نهايتها. نصام زنكور لوان دو لفان دي تخافو. أو نقول مثلا vous êtes trop loin du sujet. vous êtes trop loin du sujet. vous êtes trop loin du sujet. يعني أنت بعيد جدا من الموضوع. نحن نتكلم في هذا الموضوع وأنت تتكلم بعيدا عن هذا الموضوع. يعني أنت لا تتكلم في هذا الموضوع بل تتكلم في موضوع آخر.
إذن أنت بعيد عن هذا الموضوع. Vous êtes trop loin du sujet. Vous êtes trop loin du sujet. Vous êtes trop loin du sujet. أنت بعيد جدا من الموضوع. أنت تكتب بعيدا عن الموضوع أو أنت تتكلم بعيدا عن الموضوع. إذن نقول Vous êtes trop loin du sujet. نستأنف الحلقة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.